بص طبعا هو احنا يعني مش هنختبرك، يعني انا اقل من ان انا اختبرك، لكن احنا بنقول للساده المشاهدين ان انت دايما جاهز ومستعد في اي لحظه تتسال عن رقم الايه او تتسال هي في الجزء الكام او في سوره ايه، تقول على طول ان شاء الله. احنا معانا مصحف دلوقتي وهنسالك سؤالين كده على السريع، موافق؟ اتفضل. ماشي، توكلنا على الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم سورة فيما سوره النور الايه 14 الجزء 18 الحزب 35. ده مفيش فرصه نكمل الله. اي حد. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب اقلب تاني يا شاس، خلينا ناخد حاجه. دي لا دي سهله، دي اللي سوره الكهف دي ناس كتير حافظاها، فايه نحاول ندور على حاجه. طبعا لا يستأذنك الذين يؤمنون سورة بالله. سورة التوبة الآية 44. ما شاء الله. الآية ما شاء اللي قبل الله. اللي قبل الأخيرة في الربع الأول في الحزب 20 الجزء العاشر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك. طيب والله. وعملت كده ازاي؟ يعني موهبة ولا اكتشفتها؟ حضرتك برضه ممكن نعكس بقى، قول الآية رقم كذا في سورة كذا وأنا هقرأ الآية. حاضر ماشي. الآية 39 في سورة إبراهيم. دي في الجزء 13. ماشي. الحزب 26. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. 20 في سورة الأنبياء. دي آخر آية في الربع. أول ربع في الجزء 17 الحزب 37. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. طيب الناس بتبقى مركزة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، لكن إنها تركز في حفظ ترتيب الآيات وفي أي جزء والكلام ده، أعتقد إن ده شيء مش سهل عليك. هو فعلا يعني الحمد لله أنا كان اجتهادي في حفظ القرآن. حفظ القرآن على فكرة حفظ القرآن يعني مش صعب، هو سهل على اللي هو عنده عزيمة إن هو يحفظ يعني. هل لكن رقم الآيات جات لي يعني كانت موهبة من ربنا يعني كده، ما كانش ليا اجتهاد فيها. طيب هل كان في تحديات في طريقك وأنت بتحفظ القرآن الكريم؟ كان في صعوبات؟ لا الحمد لله ما فيش صعوبات. كانت متيسرة يعني؟ الحمد لله يعني ربنا يعني قال ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر، فما كانش فيه صعوبات يعني الحمد لله.